Donald Trump. Under Bush, Russia invaded Georgia. Under Obama, Russia took Crimea. Under Biden, Russia invaded Ukraine. I stand as the only president of the 21st century on whose watch Russia did not invade another country. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدأ يظهر من جديد في الفترة الأخيرة بالعديد من التصريحات اللي أغلبها بتنتقد الحكومة الأمريكية القائمة، وأهم التصريحات دي كانت عن الصين وإنها في القريب العاجل وعلى حد وصفه وبسبب ما يحدث في أوكرانيا حاليا فالصين هتستغل الأوضاع وتسترد جزيرة تايوان عسكريا، والسبب هنا على حد وصفه هو الأداء الضعيف للإدارة الأمريكية الحالية. And by the way, Taiwan's gonna be next. Just watch Taiwan. ومش بس ترامب اللي شايف الكلام ده، لا ده في عدد من المراقبين للشأن الأسيوي بيقولوا كلام شبه ده. Make no mistake. It's Ukraine today, Taiwan tomorrow. Taiwan tomorrow. لكن على الجانب الآخر بيجادل البعض إن الكلام ده مش صحيح، والسبب هو اختلافات جذرية ما بين أوكرانيا وتايوان، وهو ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصاد الكوكب، معاكم مصطفى الصعيدي، والنهاردة إن شاء الله هنقارن ما بين أوكرانيا وتايوان علشان نعرف إيه الفوارق اللي ما بينهم، فوارق اقتصادية وسياسية وجغرافية، وبعد كده نبقى نشوف هل أمريكا مجبرة فعلا على الدفاع عن أوكرانيا والدخول دلوقتي في مواجهة عسكرية مع روسيا علشان تحمي مصالحها في تايوان قصاد الصين ولا لا؟ هو ده اللي احنا هنحاول نعرفه ان شاء الله في حلقة النهاردة. فسريعا كوباية القهوة بتاعتك وركز معايا. طيب تعالى نبدأ حلقة النهاردة من الإجابة على سؤال: ليه أمريكا مش محتاجة لمحاربة روسيا في أوكرانيا علشان تحمي تايوان من أي غزو صيني مستقبلا؟ ليه؟ لأن أولا مفيش لا معاهدات ولا نفس الارتباط القوي مع أوكرانيا اللي ما بين أمريكا وتايوان. أمريكا مطالبة بتزويد تايوان بالأسلحة بموجب قانون العلاقات مع تايوان، ودايما هتلاقي الرئيس الأمريكي جو بايدن اللي طلع الشهر اللي فات وكرر أكتر من مرة إنه مش هيحارب في أوكرانيا، هو نفس الشخص قال أكتر من مرة برضو إنه هيدافع عن تايوان، ده حتى من قبل ما يوصل لمنصب الرئاسة الأمريكية في الحملة الانتخابية بتاعته قال انه هيدافع عن تايوان لو حصل اي عمل عسكري من الصين عليها، ده التزام عليه. والدليل على الالتزام ده اتفرج على مبيعات الاسلحة الامريكية لتايوان اللي ما بتنتهيش. ده غير كمان تصريح خطير جدا طلع من كام شهر كده من مسؤولي الادارة الامريكية، قالوا فيه ان في عدد من الخبراء والعسكريين الامريكان في تايوان حاليا بيقوموا بالاشراف على بعض التدريبات في الجيش التايواني، وده بصراحة يعني كان تصريح جريء جدا جدا من الأمريكان اللي طول الوقت ما كناش بنشوف التصريحات دي منهم منعا للتصعيد من الصين. وكمل معايا الحلقة دي شوية كده وهتعرف ليه أمريكا مجبرة على الدفاع عن تايوان. طيب ده كده كان أولا. ثانيا بقى، رد أمريكا على روسيا واللي بتعمله في أوكرانيا مش راجع فقط لأمريكا، وبغض النظر إن أمريكا مقررة من البداية إن ملهاش دعوة عسكريا بما سيحدث في أوكرانيا، إلا إنها لو فكرت يا سيدي تعمل أي عمل عسكري ضد روسيا فحلفائها الأوروبيين لازم يوافقوا هم كمان. وهنا يعني مش كل دول أوروبا هتوافق على الأعمال العسكرية ضد روسيا، يعني من الآخر أمريكا متكتفة شوية بحلف الناتو. لكن في أسيا بقى على الجانب الآخر أمريكا عندها حرية أكبر ترد بالطريقة اللي تمشي معاها، وهتلاقي إجماع على أي قرار ممكن تاخده من حلفائها اللي في المنطقة دي زي مين؟ زي اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا. وده كان واضح من كلام نائب رئيس الوزراء الياباني السنة اللي فاتت لما كان بيرجح أن تنضم حكومته إلى أمريكا في الدفاع عن تايوان إذا تعرضت جزيرة تايوان لهجوم من الصين، وقال كمان إنه مش هيبالغ إن لو حصلت مشكلة كبيرة لتايوان فهينتج عن كده وضع مهدد لبقاء اليابان نفسها. أما عن الأستراليين فهتلاقي عندهم مخاوف أسوأ بكتير جدا من اللي عند اليابانيين من أي هجوم على تايوان، وعملت لك أنا حلقة من شهرين تقريبا عن إن إزاي أستراليا شايفة إن أمن تايوان من أمنها، وهسيب لك رابط الحلقة دي في وصف الحلقة وإن شاء الله هتعجبك جدا. إذن الارتباط السياسي والأمني لتايوان بشكل كبير جدا مضمون من أمريكا، والصين حاطة ده في حساباتها
قبل ما تعمل أي حاجة مع تايوان. طيب نقطة كمان مهمة جدا بقى تفرق أوكرانيا عن تايوان، ألا وهي الجغرافيا. يعني على عكس ما أوكرانيا وروسيا بيتشاركوا مثلا مع بعض في حدود برية طولها 1900 كيلومتر وده بيسهل نقل الجنود والأسلحة، فتايوان على الجانب الآخر هي جزيرة بيفصلها عن الصين مضيق تايوان، يعني بنتكلم في 130 كيلومتر من المياه، وده معنى إن أي غزو صيني هيكون عملية معقدة، أو يعني على الأقل الصين هتحتاج تعمل تجهيزات كتيرة على طول الساحل الصيني، وهتكون واضحة التجهيزات دي للمراقبين قبل شهور. وأظن يعني كلنا شفنا التغيرات اللي كانت بتحصل بشكل مستمر في أعداد الجنود والقطع العسكرية الروسية قبل ما روسيا تحارب أوكرانيا، حتى إن روسيا لما قالت إن هي أنهت التدريبات بتاعتها وهترجع الجنود، فالأمريكان والبريطانيين طلعوا قالوا لا الكلام ده مش صحيح، لأنهم يعني كانوا شايفين كل حاجة من الأقمار الصناعية ومخابراتهم على الأرض كانت شغالة بتجمع المعلومات. فلما ده بيحصل ما بين روسيا وأوكرانيا اللي بينهم حدود مشتركة 1900 كيلومتر وفي سهولة كبيرة جدا، طيب ما بالك انت بقى بالصين وتايوان اللي ما بينهم 130 كيلومتر من المياه؟ الموضوع مش هيبقى سهل وهيتعرف. ونقطة كمان مهمة جدا في حتة الجغرافيا دي، ان على الرغم من ان تايوان جزيرة، فانت هنا ممكن تقول ان ده حاجة سهلة جدا بالنسبة للصين انها تدخل الجزيرة دي من اي حتة وبكل سهولة، لكن في الحقيقة تايوان بتتمتع هنا بوضع جامد جدا، لان في عدد قليل بس من الشواطئ المؤهلة كده لدخول الجزيرة دي بكل سهولة، تقريبا 14 شاطئ، وبكل تأكيد ال 14 شاطئ دول أو الشواطئ دي هتكون محمية بشكل كبير جدا. في النهاية تايوان بتستعد لي اليوم ده بقالها 70 سنة، ده غير ان تايوان مش بس الجزيرة الكبيرة اللي انت شايفها قدامك دي، لا تايوان بتتكون رسميا من 166 جزيرة، اغلبهم صغيرين جدا جدا مش هيظهروا على الخريطة، وعلى حد وصف بعض الباحثين شايفين ان كل الجزر الصغيرة اللي مش متشافة دي محصنة بالمدافع والصواريخ وبأسلحة كمان ممكن ما نكونش سمعنا عنها اي حاجة قبل كده. بس برضو في نفس الوقت اوعى كلامي ده يفسر لك ان الجغرافيا بس لوحدها كده هي دي اللي هتحمي تايوان، لا بالتأكيد الكلام ده مش مظبوط. الموانع الجغرافية دي مفيدة جدا جدا لتايوان، لأنها ممكن تديها شوية وقت لصد أي هجوم محتمل لحد ما أمريكا تلحقها من أقرب القواعد بتاعتها على الخريطة اللي قدامك دي، غير طبعا بقى التعزيزات اللي هتيجي من باقي دول حلفاء أمريكا واللي متعهدين هم كمان وناويين يحموا تايوان ضد أي غزو محتمل. طيب سيب بقى كل الكلام اللي انت سمعته في حلقة النهاردة ده وركز معايا في الكلمتين اللي جايين دول، لاننا هنتكلم عن الاقتصاد وهنبدأ نقارن بالارقام ما بين تايوان واوكرانيا. اوكرانيا مبدئيا بلد على سكانه 44 مليون نسمة، نتيجة المحل الاجمالي 164 مليار دولار، والاهم بقى ان تجارتها مع امريكا لا تتجاوز 3.6 مليار دولار، يعني في المرتبة 67 من بين الدول اللي بتتاجر مع أمريكا. على الجانب الآخر بقى هتلاقي تايوان عدد سكانها 23.5 مليون نسمة، لكن مع ناتج محلي إجمالي تقريبا 635 مليار دولار، تجارتها مع أمريكا وصل ل 106 مليار دولار، يعني في المرتبة التاسعة من الدول اللي بتتاجر مع أمريكا، متجاوزة للعلم دول زي فرنسا وإيطاليا والهند. والعلم برضو التجارة مع تايوان بتدعم 188 ألف وظيفة في أمريكا، فما فيش مقارنة في العلاقات الاقتصادية ما بين الأوكرانيين والتايوانيين مع الأمريكان. هنا انت لما هتبص على الأرقام دي هتيجي تقولي والله يعني الكلام ده مش مقنع بالنسبة لي، ما في دول بتتاجر مع أمريكا بأرقام أكبر من كده بكتير، ليه بقى مش مهمة بنفس أهمية تايوان لأمريكا؟ هنا هقولك بقى لازم تعرف حاجة أهم بقى في حلقة النهاردة، إن تايوان حط إيديها على رقبة التكنولوجيا الأمريكية والعالمية كمان من خلال انفرادها بصناعات أشباه الموصلات، صناعات الرقائق بكل أشكالها، ودي بقى صناعة الخبراء شايفينها إنها تكون النفط الجديد، وده بقى سوق ممكن يوصل حجمه لـ 1.4 تريليون دولار سنة 2025.
التايوانيين من الآخر كده لحد دلوقتي هم أسياد الصناعة دي بالأرقام، وأغلب الدول الكبيرة بتحاول تحصلهم. يعني بالأرقام وطبقا لي كابيتال إيكونومكس، ف50% من جميع أشباه الموصلات في العالم جاية من تايوان، والجيل الجديد من المعالجات القوية بقى 90% منه من الإنتاج العالمي ده جاي من تايوان. وأشباه الموصلات دي مش بس هتحتاجها في الكمبيوترات أو الموبايلات، وده للعلم يعني مش قليل خالص، لكن هتحتاجها كمان في السيارات بشكل عام، وخاصة السيارات الكهربائية هتحتاج منها أعداد كبيرة جدا. هتحتاج كمان أشباه الموصلات دي في ثورة الإنترنت القادمة، أو اللي احنا أصلا بدأناها، الجيل الجديد ده، إنترنت الأشياء. كل الكلام ده داخل في الشرائح وأشباه الموصلات دي. يعني من الآخر ومن المنظور الاقتصادي، تايوان دلوقتي أصبحت حاسمة للأمن القومي الأمريكي وللاقتصاد الأمريكي. وعلى حسب دراسة اتعملت مؤخرا، إن لو حصل تعطل، يعني افتراضيا كده بيفترضوا لو حصل عطل لمدة عام واحد لأشباه الموصلات التايوانية للصناعة دي، فلا هيكلف الشركات اللي بتعمل المعالجات في أمريكا 80 مليار دولار من الإيرادات خسائر. أما بقى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية فدي احتمال تخسر 500 مليار دولار. يعني كارثة كبيرة جدا. وعلشان تعوض النقص ده كله وتبدأ تبني الصناعة دي في دول تانية، فانت محتاج على الأقل 3 سنوات و350 مليار دولار من الاستثمارات علشان تبني قدرة تكافئ القدرة التايوانية. عايز 3 سنين و350 مليار دولار علشان تلحقهم بس. يعني من الآخر برضو، تايوان تحت إيديها قدرات تكنولوجية ما ينفعش إن هي تقع تحت إيدين أي حد، ده أمن قومي للأمريكان. عرفت بقى ليه أمريكا مش محتاجة لمواجهة روسيا في أوكرانيا علشان تحمي تايوان من الصين في أي عمل عسكري مستقبلا؟ طيب في نهاية الحلقة بقى، هل معنى الكلام ده كله إن الصين مش بتفكر في استرداد تايوان؟ هنا هقولك لا، بالعكس، تايوان بالنسبة للصين هي هدف مقدس وناويين يستردوها مهما كانت التكاليف، بكل الطرق، ولا يتم استبعاد الطرق العسكرية، رغم ان هم عندهم طرق تانية اقوى وبدون حرب ممكن ياخدوا اللي هم محتاجينه. بس امتى هيعملوا كده؟ الله أعلم، مفيش حد يعرف المعلومة دي. ممكن الصبح وممكن كمان 10 سنوات، ده مش معروف. بس اللي معروف وواضح جدا ان اللي بيحصل في أوكرانيا ملوش علاقة خالص باللي ممكن يحصل بعد كده في تايوان. دي قصة ودي قصة تانية خالص. وبس كده سيدي، دي كانت حكاية النهاردة اللي كانت برعاية شركة أوربكس، الشركة اللي هتقدر من خلالها انك تشوف بقى كل التوترات الحرب دي على أسعار الذهب والنفط والعملات وأسعار أسهم الشركات الأمريكية لحظة بلحظة من خلال البرنامج المجاني اللي قدامك ده، ولا هسيب لك رابط التسجيل والتحميل المجاني بتاعه في وصف الحلقة. سجل وأشوفك إن شاء الله في الحلقة اللي جاي. شكراً.